السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. دونك جيت نشارك معكم الروتين ديالي ديال اليوم الجمعه، وفي نفس الوقت نخوي عليكم قلبي واحد شويه، لحقاش الصراحه غادي تطرق ظلمات يوم القيامه. الظلم ظلمات يوم القيامه، الله ياخذ فيها الحق، الله ياخذ فيها الحق. هادشي اللي غنقول. دونك جيت نخوي عليكم قلبي اليوم وانا كنصايب كسكسو، لان بزاف ديال الناس كنسمعهم تيقول لك مجوجه قاوري، فحاتك اختي ما عندك مشاكل مع العجوزه، العجوزه ما تسوق لك، كل سنه ما تسوق لك، ليه عطيكم شي عجوزه اوروبيه بحال اللي عندي انا ولا شي لوسه السوسه والسم؟ اش غنقول لكم؟ شي حاجه اللي فاقت الخيال قسما بالله. عمرني ما شاركت معكم شي هضره بحال هكا، ولا عمرني درت شي فيديو اللي نهضر فيه فريمون على هادشي، لان اي واحد عنده مشاكل، اي واحد عنده مشاكل، اللي ما عنده شويه عنده بزاف. ولكن انا الصراحه هادشي ديال العنصريه كيضربني بزاف في قلبي، وهذه 14 عام وانا هازها في قلبي وساكته. طبعا الحال كنهضر مع صحاباتي المقربين اللي هما خواتاتي، كنهضر مع اختي، كنهضر مع ماما، ولكن الصراحه غير البارح كنشوف واحد الفيديو، نلقى وحده كتعاود على عجوزه وتعاود على المشاكل وعلى هذا، قلت والله حتى غنخرج انا غادي نعاود منها نخوي قلبي ونشارك معكم جزء من حياتي اللي في الكواليس. دونك باختصار، عجوزتي ما عمرها ما قبلت بيا، ما عمرها ما بغات ولدها يتزوج مغربيه عربيه مسلمه، ما عمرها ما قبلت، لدرجه انه فاش جا مسكين نديرو العرس وهذا، حيت كان جا المره الاولى باش تعرفنا هذا، ملي تفاهمنا جا باش نديرو العرس عيا يطلب فيهم باش يجيو معاه. باه مسكين كان باغي يجي الله يرحمه، امو ابدا ابدا قالت له ماشي ضروري تزوج بها، يلا تعرفتي عليها الشهرين هذه وراجع تزوج، خلي حتى تدوزو واحد العام بعدا، راه باغا غتفلى عليك، راه باغا غتجي لفرنسا، راه غتجي وغتسمح فيك، راه باغا غالفلوس الى اخره. دونك إريك ما تسوق لهاش، جات جوجنا درنا اللي خاصو يدار، جيت ملي جيت بطبيعة الحال ما كيبينولكش بأنه مرة ما باغي نكشة. النفاق، النفاق بمعنى النفاق الاجتماعي بمعنى الكلمة. مي شوية بشوية بدا كيبان عيبها. اون فوا مات شيخي هادي 3 سنين صافي، ما بقاتش عندها اللجام، لأن شيخي الله يرحمه هو اللجام اللي كان، ما كانش كيخليها تهضر، يعني كتهضر فيا اكيد معاه، مي ما عمره ما خلاها يعني توصل معايا لشي ولا تخرج ليا نيشان داكشي اللي في قلبها. دونك ملي مات قبل بعدا ما يموت شيخي، بلا منع الله، وهذاك راه واجب انا على وجه راجلي، وحتى شيخي الله يعمر له الدار، وقفت معاه بمعنى الكلمه، لان كان مريض، لان ما بقاش كيقدر يسوق، انا اللي كنديه للطبيب، انا اللي حتى في العشريه من الاخره في لوسبيتاليزاسيون الاخره ديال مون بوبير، سي موا كي ريستي افيك لوي بوندون 10 جور مسكين، حتى مات ما تيدو شاده في يدي، الله يرحمه ويوسع عليه. وهادشي ما غنديروش اكيد مع جوزتي. فملي مات صافي بدا كيخرج، كيخرجوا النياب ديال العجوزه. اول حاجه هي انها طعنتني في شرفي، اول حاجه مضت كتهضر عليا مع راجل بنتها، وشوفوا العائله كي دايره، اقسم لكم يمينا، ورا صحاباتي كيتفرجوا في هذا الفيديو وعارفين شنو اللي وقع، لان عاشوا معايا. بنتها ملي سمعتهم تيهضروا عليا عيطت لي وقالت لي ما تهضريش، راه امي وراجلي كيهضروا عليك، انا غنهبط حداهم لتحت وانت بقاي في التليفون بقاي غير تسمعي. والهضره اللي سمعت على ودني، ويا عباد الله بانني دابا إيريك غادي ورات، غادي ناكل ليه الفلوس ديالو، ومن بعد غادي نمشي في حالتي مع شي واحد اخر، بانني اصلا مع ولدها ولكن تنلبس وتنتقاد، وهذا علاش كتلبس وكتقاد؟ سي بور بلير ا كيلكان دوطر. علاش كنديها في راسي وكنتهلا في راسي؟ راه باش يعني مسكين ولدها، اصلا ولدها دخل كان جاتو ان ديبرسيون ابري لو ديسي دو سون بابا، اي با هذيك لا ديبرسيون ولات لحقاش مانيكه، ما عرفش كدير مورا ظهر إيريك، وإيريك مسكين خاصو ما عندوش لو شوا، تيقولوا له ما عندكش لو شوا، ما عندك ما دير، خايف منها ناناني نانانا، ملكه ساحره ليه، والسحر ديال المسلمين واعر وقاصح، داكشي علاش ساكت ولدي وما تيهضرش، ولدي ولا حالته الى اخره.
فالبنات اللي تيقولوا العجوزه الاوروبيه ما مسوقاش لمرت الوالد وكل واحد داير حياته وعايشين، نقول لكم الله ينجيكم من شي عجوزه بحال عجوزتي، اقسم لكم يمينا الى فريمون فريمون سي با لونفي كي مي مونك دو فير اون فيديو، نيشان نهضر معاها نيشان لان عسات على الفيديوهات ديالي فيما كنحطهم كتدخل ليهم هي الاولى، الانستغرام باغاي فيما كنحط شي حاجه هي الاولى كتدخل تشوف لا هي ولا بنات بنتها. مي مازال ان شاء الله غادي نخرج بفيديو ونهضر بالفرنسيه باش تفهم اشنو كنقول فريمون فريمون فريمون. مي بون سمحوا لي الا فرعت لكم راسكم، ولكن الصراحه والله القسم بغيت نخوي، ولدرجه ان عندهم بنات بنتهم وعندهم بنت ولدهم اللي هي بنتي، بنات بنتهم دايره ليهم بيت عندها في الدار باش كيجيو يدوزو عندها الويكاند، باش كيجيو يدوزو في يامات العطل تيدوزو يومين ثلاث ايام، عندهم بيتهم بناموسياتهم بروياتهم بالماريوات ديالهم. بنتي ما كاين لا بيت لا ناموسيه لا حتى اجين قابلك ولا حتى اجين شدها لك مالك، الا كنتي خدامه ملي كانت صغيره، اما من بعد صافي ملي تعرفت على صحاباتي ما بقيتش محتاجه حتى شي واحد اللي يشد ليا بنتي من غير لا نونو ولا. مي باش نقول لكم اكل بوين اكل بوين الحقد والتمكريه، لان اريك مجوج بمغربيه، مجوج مع عربيه مسلمه، ولا ملي كنسافروا للمغرب ويلي 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 خسرتي الفلوس وبزاف وما نعرف شنو. اما ملي كنمشي لاسبانيا عند اختي عاوتاني هذيك القصه وحديت شنقول لكم لا اله الا الله محمد رسول الله. قسما تنشوف شي عكيزات مغربيات قسما بالله كيدايرين مع ولاد ولادهم مع عيالات ولادهم عايشين الحياه بمعنى الكلمه، قولها وضحك عليها، وبنادم كلها دايها في سوق راسو كلها دايها في جهه الضاره. مي بون جهه الضاره هم هنايا هي مليكه سي نورمال الله يديوها فيا. دونك بلا ما نطول عليكم قوه البلا بلا والهضره اللي ما بلا طعمه خلاوها المصريين، انا كنصايب في الكسكسو لحقاش اريك وساره هلكوني الجمعه ما خداماش دايرين كسكسو. بون درت لهم كسكسو و نمشي نجمع واحد الروينه باقي عندي وحق طلع عندي الحوايج كيتسناوني للطويان. مي بون دونك ما نقولش لكم نتمنى هاد الفيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم، لان ما فيديو ما والو، جيت غير نخوي عليكم قلبي الصراحه، جيت غير ننفس شويه على 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 قلبي، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر اللي يكون احسن بالف خطره من هاد الفيديو هادي. صراحه غتقولوا هادي دابا مالها علاش جات حتى اليوم عاد جات كتعاودينا هادشي. صراحه من شحال هادي ملي ما كنتش شحال هادي كنت كنتردد انني ندير فيديو ونعاود لكم على الجزء المخبي من حياتي، ولكن كنت كنقول ما كاينلاش، لان الاغلبيه ديال الناس في اليوتيوب ملي كيدخلوا كيبغيو يطيحوا في شي فيديو اللي مشحون بالطاقه الايجابيه، كيبغيو يطيحوا في شي فيديو اللي يستافدوا منه. لان الفيديو ديالي انا ما عندكم ما تستافدوا منه اليوم اكيد، و سي سور اي سارتان ما غتستافدوا منه حتى شي حاجه، ولكن قلت في نفس الوقت ما فيها باس نخوي شويه المزيوده كيف كنقولوا، نفس شويه على قلبي وصافي. دونك فوالا كنتمنى انكم تلتمسوا لي العذر، وكنعتذر منكم. دونك كنقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر، والفيديو الجاي ان شاء الله غيكون احسن، لان عيد ميلادي ان شاء الله قريب، وغادي ندير شي عيد ميلاد يكون وي.